اخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة كيفاش خسر المقاتل المغربي عثمان أزعيتر ضد خصمه الارجنتيني فرانسيسكو برادو. صراحة عثمان أزعيتر كنا كنتمناوه باش يفوز ويرجع للسكة الصحيحة، ولكن هذا الشيء ما تحققش، وتبين من خلال هذا النزال ان عثمان ما كانش يعني في أتم الجاهزية، لأن ماشي هذا هو المستوى الحقيقي ديال المقاتل المغربي عثمان أزعيتر. وحنا تنعرفوا على أنه فقط يعني عنده خسارتين في الكارير ديالو، بهذه الخسارة ديالو ضد برادو. كنا كنتمناو كما قلت أنه يفوز، ولكن مع الأسف ما كانش في الفورما وما كانش يعني في أتم الاستعداد كما قلت، لأن صراحة وصلونا أخبار قبل النزال على أنه ليس في أتم الجاهزية، وتأكدنا من خلال يعني الدخول ديالو الأوكتاغون. المهم بلا ما نطول عليكم، غادي نخليكم مع المختصر ديال النزال اللي خسر فيه عثمان الزعيتر. Has not seen frantic for as long as it lasts. Round are extremely dangerous. 13-1. NL Fight fans, we are set to go with the next fight tonight. Three rounds in the UFC. Let's see. And across the octagon, his opponent fighting out of the red corner. فمع بداية النزال كان هناك أخذ ورد من كلا المقاتلين، وكان عثمان كيحاول باش يعني يسدد ضربات قوية ممكن أنها تنهي النزال، لكن برادو كان كيحاول ديما يقصر المسافة لأنه يتقن رياضة الجوجيتسو وكذلك يتقن القتال الأرضي. فهنا برادو كان ذكي وساطع باش يخدع المقاتل المغربي عثمان الزعيتر ويطيحه الأرض، ومن ثم انهال عليه بضربات قوية حتى أوقف الحكم النزال. يعني بهذه الطريقة استطاع برادو أن يفوز على خصمه المغربي عثمان الزعيتر ضمن بطولة أو منظمة UFC. ومن بين يعني الأخطاء اللي ارتكبها عثمان الزعيتر هو أنه تخلى على المدرب المغربي سعيد البدوي في الوقت اللي كان محتاج باش يطور المهارات دياله وكذلك يكتف من المجهودات في التدريب. فشخصيا من خلال النزال ديال البارح تبين عثمان الزعيتر أن المستوى ديالو نزل بشكل كبير عكس حينما كان مع المدرب المغربي سعيد البدوي. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى ألا تنسوا أن تتركوا لنا آراءكم وكذلك الضغط على زر الإعجاب لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.